السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبت مني وصفة البشاميل، بدي اعمل لكم اياها بفيديو منفصل لحالها، لاني انا عاملي وصفة البشاميل معكرونة بشاميل باللحمي والبصل بقدونس. اذا حبيتوا تروحوا تشوفوها كتير طيبة ونكهة مميزة. وعاملي وصفة المعكرونة بشاميل بالدجاج والخضرة، اذا حبيتوا كمان تروحوا تشوفون. هلا رح نعمل بشاميل. عندي للبشاميل مثل ما قلنا، البشاميل 1+1=2، يعني النسبة بدها تكون قد بعضها. عندي هون 6 معالق طحين، بدهم عندي هون 4 زبدة، بدهم في معلقتين سمنة فوقهم لأن طيب السمنة مع الزبدة، فبصيروا 6 بـ6، و6 كاسات حليب. الحليب بده يكون بحرارة المطبخ، وبودرة خضار مجففة وملح وفلفل. هاي هي مواد وصفتنا للبشاميل. رح نبدأ بالتطبيق. نحط الطنجرة على الغاز، بننزل الزبدة وبنحط فوقهم 2 معلقة سمنة هيك حلوين. السمنة بتعطي نكهة كتير طيبة. هاي السمنة أنا محضرتها بالبيت، نكهتها مميزة. بس دارت عنا الزبدة بننزل طحين، كما قلنا 6 معالق طحين، ومنقلب منقلب حتى الطحين يغض الدسم الموجود كله. بنخلي الطحين هيك يغلى بالسمنة والزبدة، يطلع له ريحة كتير طيبة. بس طلعت ريحة الطحين، يا سلام هاي الريحة الحلوة كتير. هلا نبلش ننزل الحليب شوي شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، ما بنوقف عن التحريك ابدا. الحليب كلها مر بالتحريك، ما بنوقف ابدا، والا بيتكتل عنا الطحين وبيطلع عنا بشاميل بهدي. نضل نحرك حتى يبلش يتقل معنا المزيج. هلا بهاي المرحله شايفين كيف ما شاء الله عم يتقل عندي. انا بهدي الغاز شوي وبصير احط شو بدي احط له، بودره خضار مجففه، ملح، فلفل، مي بودره خضار مجففه. مثل ما قلنا ما بنوقف عن التحريك ابدا، والا بصير عندنا كتل. شايفين ما شاء الله ناعم. فلفل ابيض، فلفل ابيض كثير طيب بقلبها، بيطلع عندي بشاميل هيك بيرفكت تماما. شايفين ما شاء الله. حط له معلقه ثانيه بودرة خضار مجففة ومنركز ملحه، وبس بلش يغلى بكون وصل للمرحلة اللي احنا بدنا اياها. وما تخافوا اذا المزيج تقل عندكم زيادة عن اللزوم. هلا ليكم مثلا هون ما شاء الله طالع بيرفكت. مثلا اذا الطحين غب زيادة، اذا فيكم تحطوا كاسة حليب ما بيأثر، بتحطوها وانتم عم تحركوا هيك مستمرين بدون ما يتأثر، يعني انه البشاميل يخرب او يصير له اي شيء. شايفين كيف بلش البشاميل يغلى؟ هلا فورا نطفي الغاز تحته. هيك صارت وصفتنا جاهزه. هلا بفرجيكم كثافته، بفرجيكم اياه كيف صار. هلا رح فرجيكم كثافته ما شاء الله، شوفوا بجنن، احلى بشاميل بالعالم. شايفين هاي الكثافه المطلوبه، لانه نحنا ما بدنا اياه يطلع رخو كتير، وبنفس الوقت ما بيكمش ولا بصير مهدبي، بضل بهذا المنظر. طبعا اهم شيء لازم نركز الملح. وبكل طبخه معلومه، معلومتنا اليوم رح نقولها عن الفلفل الابيض. الفلفل الابيض كتير مفيد ونافع، والفلفل حار على اللسان بارد على المعده، وبدوم فتره اطول نكهته بالاكل. الفلفل الابيض بدوم، بضل محافظ على نكهته اكثر من الفلفل الاسود. وجربوا طريقتي وجربوا وصفاتي، وعد وصفاتي ما بتعرفوا ليش تجربوها. ان شاء الله يا رب تجربوها تنال اعجابكم. نادوا عن حبل اهل بالرحمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.